تحديدا بالعاصمة اللبنانية بيروت، حول الدعم الدولي لهذه المبادرة المصرية، السيد علي شندب المحلل السياسي المهتم بالشأن المحلي، يرحب بك بداية سيد علي. أهلا بكم ومرحبا. طيب بداية سيد علي، لاحظنا الدعم الدولي وأيضا مباركة هذه البادرة التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من العاصمة المصرية القاهرة، وبحضور القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، وأيضا رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح. نتحدث عن الأطراف الأخرى، أبرزها تركيا التي تسيطر على المشهد في العاصمة طرابلس، وهي من تدير المعركة الآن بشكل مباشر. ماذا ستكون ردة فعل الحكومة التركية وعلى رأسها رجب طيب أردوغان الرئيس التركي؟ أغلب الظن بأن الجانب التركي الذي يعتبر نفسه بأنه حقق انتصارات عسكرية ميدانية بفعل آلته العسكرية الضخمة وحشود المقاتلين الذين شحنهم من تركيا وسوريا إلى ليبيا، هو يشعر بنوع من الزهو والانتصار كونه تمكن من تحقيق بعض الانتصارات في عدة مواقع هامة في غرب ليبيا. أنا أعتقد بأن الموقف التركي هو سيكون موقف رافض لهذه المبادرة بشكل أكيد، لأنه يشعر كما قلنا بأنه حقق انتصارات ميدانية، وقد يكون لديه النية في استمرار الأعمال العسكرية. أنا أعتقد بأن المبادرة المصرية، وهي مبادرة يعني متأخرة برأي الكثير من المراقبين، أنا أعتقد بأنها يعني هناك بعض التحفظ على مسألة الأقاليم الثلاث، هي مبادرة سياسية صيغت حتى ترفض. لماذا؟ لأن القوات التركية الآن أصبحت على الحدود المصرية من الناحية الاستراتيجية، ثمة تهديد حقيقي واستراتيجي للأمن المصري من قبل أردوغان الذي يعتبر نفسه بأن لديه ثأر مع النظام بسبب ملف محمد مرسي، وبالتالي أعتقد بأن مصر بقيادة السيسي هي تتنبه لمشروعات الأردوغان غير المشروعة في التغول بالبلاد العربية، وهي تعتبر بأنها قد تلقت رسالة التهديد، فكان الرد الأول بمبادرة سياسية. هذه المبادرة السياسية كما نتابع حظيت ببعض الدعم الدولي، لكن ما لم يكن فيما إلى جانب المبادرة السياسية بدون شك ثمة خطوات عسكرية. أنا أتوقع عودة ساخنة إلى الميدان في غرب ليبيا، أتوقع أن تسخن الجبهة في منطقة مصراتة، أتوقع أن لا بد من إيقاف الاندفاع التركية عند حدودها، ولا بد من إجبارها على الخروج من المشهد الليبي، وإلا فإن التصدعات في ليبيا ستستمر وستتسرب هذه التصدعات باتجاه منطقة المغرب العربي وبصورة أكبر باتجاه جمهورية مصر العربية التي يتربص بها الكثير من الميليشيات الإخوانية المدعومة والمرعية من النظام التركي. نعم، المحلل السياسي الأستاذ علي شندب، كنت معي مباشرة عبر الهاتف من العاصمة اللبنانية بيروت، أشكرك جزيل الشكر.